خلال المنتدى الحضري العالمي، الرئيس السيسي يعلن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر. على هامش أعمال المنتدى، الرئيس السيسي يبحث مع زعماء فلسطين واليمن والسودان استقرار المنطقة وحل الأزمات التي تواجه دولهما. خلال مباحثاته الهاتفية مع نظيره الإيراني، وزير الخارجية يحذر من عواقب استدراج المنطقة لحرب إقليمية. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أهلا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن النسخة الحالية من المنتدى الحضري العالمي التي تستضيفها مصر تأتي في وقت حاسم يواجه فيه العالم أزمات دولية متلاحقة وحروبا لها تداعيات مدمرة على المدن والتجمعات السكانية وعلى كل مناحي الحياة فيها. وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بافتتاح النسخة 12 من المنتدى الحضري العالمي على ضرورة حشد الجهود والإرادة السياسية لإحلال السلام ووقف النزاعات والصراعات وتركيز الجهود على مجالات التنمية وإعادة الإعمار والبناء. تأتي هذه النسخة من المنتدى في وقت حاسم يواجه فيه العالم أزمات دولية متلاحقة وحروبا لها تداعيات مدمرة على المدن والتجمعات السكانية وعلى كل مناحي الحياة فيها، وهو ما يستدعي حشد الجهود والإرادة السياسية لإحلال السلام ووقف النزاعات والصراعات وتركيز الجهود على مجالات التنمية وإعادة الإعمار والبناء، إذ يستحيل البدء في أي خطوات جادة لمواجهة التحديات الحضرية في مجتمعات تعاني من الحروب والاقتتال والنزوح والمجاعة والمرض. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المعاناة اليومية التي تعيشها شعوب منطقة الشرق الأوسط تتطلب استجابة فورية وفعالة لوقف نزيف الدماء والدمار والشروع في البناء والتنمية. وأضاف الرئيس السيسي أن مصر حريصة دائما على تقديم كل سبل الدعم لأشقائها لوقف العنف وتخفيف حدة التداعيات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه. ولعل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من حروب وصراعات، خاصة الحرب الدائرة في قطاع غزة ولبنان، خير مثال على الخسائر الفادحة التي تتكبدها الدول جراء إعلاء صوت الحرب والصراع على حساب السلام والاستقرار. إن المعاناة اليومية التي تعيشها شعوب تلك الدول تتطلب استجابة فورية وفعالة لوقف نزيف الدماء والدمار والشروع في البناء والتنمية، وتحرص مصر دائما على تقديم كل سبل الدعم لأشقائها لوقف العنف وتخفيف حدة التداعيات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه. وحول النهضة العمرانية التي تشهدها مصر، أكد الرئيس السيسي أن مصر حققت في السنوات الماضية إنجازات كبيرة في مجالات العمران والتنمية الحضرية، مما يخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية رؤية مصر 2030. وأضاف الرئيس السيسي أنه تم تنفيذ مبادرات ومشاريع ضخمة، على رأسها مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والمناطق العشوائية ومبادرة سكن لكل المصريين. رغم ما يحيط بنا من أزمات، حققت مصر في السنوات الماضية إنجازات كبيرة في مجالات العمران والتنمية الحضرية، بما يخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية رؤية مصر 2030، حيث تم تنفيذ مبادرات ومشاريع ضخمة على رأسها مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والمناطق العشوائية، ومبادرة تكافل وكرامة لدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً
ومبادرة سكن لكل المصريين التي تعد أكبر مشروع إسكان اجتماعي موجه لمحدود الدخل في مصر والعالم بأسره. وبمناسبة إطلاق نسخة المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة، أعلن الرئيس السيسي عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر. وأضاف الرئيس السيسي أن الاستراتيجيتين تهدفان إلى تعزيز الجهود الوطنية القائمة في مجالات التحضر استنادا إلى المعايير الدولية للاستدامة والشراكة. اسمحوا لي بهذه المناسبة أن أعلن عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر الهادفتين إلى تعزيز الجهود الوطنية القائمة في مجالات التحضر استناداً إلى المعايير الدولية للاستدامة والشراكة. We'll be right back.
هذا وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المنتدى الحضري العالمي في نسخة 12 والمنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية. حضر افتتاح المنتدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أنا كلوديا روسباخ. هذا وتوسط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورة تذكارية مع القادة والزعماء المشاركين في المنتدى الحضري العالمي في نسخته 12 والمنعقدة بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الموقف المصري الثابت والساعي لوقف إطلاق النار وحقن دماء الأشقاء في السودان. جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على هامش أعمال الدورة 12 للمؤتمر الحضري العالمي المنعقد بالقاهرة، حيث أكد الرئيس السيسي على استمرار الدعم المصري للسودان الشقيق على المستويات كافة للخروج من الأزمة التي يمر بها، مستعرضا الجهود المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية الدافعة في هذا الاتجاه. من جهته ثمن البرهان الدورة المصرية مشيدا بالمساندة المصرية المخلصة لجهود التهدئة في السودان وحرص مصر على الحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار السودان. وأعرب البرهان عن تقديره وكافة أبناء الشعب السوداني لاستضافة الشعب المصري لأشقائه السودانيين خلال الأزمة. شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف مصر المستمر الداعم لوحدة واستقرار اليمن وتأييد الجهود الدولية الرامية للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة في اليمن في ظل ما يمثله أمن واستقرار اليمن الشقيق من أهمية لمصر. جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على هامش أعمال الدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي التابع للأمم المتحدة، حيث ناقش الرئيسان التطورات في منطقتي خليج عدن والبحر الأحمر والجهود الجارية لاستعادة الاستقرار في المنطقة. وأكد الرئيس السيسي رؤية مصر في هذا الشأن وعرض جهودها الرامية للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان وخفض التصعيد الإقليمي. من جانبه أعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن بالغ تقديره للدعم المصري المخلص والمستمر لليمن، مشددا على عمق علاقات الأخوة التي تجمع بين البلدين. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر قيادة وشعبا للقضية الفلسطينية ورفض جميع أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية. جاء ذلك خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش الدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي التابع للأمم المتحدة، حيث أشار الرئيس السيسي إلى استمرار الجهود المصرية المكثفة الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية والعمل في الوقت ذاته على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة. كما أكد الرئيس السيسي دعم مصر للسلطة الفلسطينية وبذلها جهودا كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية. كان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد افتتح المعرض المقام على هامش المنتدى الحضري العالمي يرافقه وزيرا التنمية المحلية والإسكان ومندوب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومحافظ القاهرة. وقام رئيس الوزراء بجولة تفقدية داخل أروقة المعرض الذي يضم أجنحة الدول المشاركة في أعمال المنتدى التي تبرز مشروعاتها وجهودها في قطاع الإسكان والتنمية الحضرية. هذا وأشاد عدد من الحضور بالمنتدى بمستوى التنظيم من الأمم المتحدة وحسن الاستضافة المصرية، وأعرب الحضور عن أملهم في تحقيق مزيد من التعاون وتبادل الخبرات بين وفود الدول المشاركة.
وجود المنتدى الحضري في مصر وعنوان المنتدى كل شيء يبدأ من المنزل أو من البيت مهم جدا، نقل الثقافة طبعا الثقافة أو هوية المنطقة إلى العالم الخارجي مهمة جدا. مشاركة الجناح السعودي يعتبر واحد من أكبر الأجنحة في دولة مصر الشقيقة، وهذا لأهمية المنتدى وأهمية الحدث العالمي اللي موجود في مصر العربية. التنظيم رائع، وأود أن أهنئ الحكومة المصرية على استضافة هذا الحدث، وأشيد بتنظيم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لهذا الحدث العالمي. للأسف لم يتمكن وزير الإسكان من الحضور، ولكن للوزارة عدة أذرع، والكل أتى ليشارك في الفعاليات، ونتطلع على مدار 5 أيام لتحقيق مزيد من التعاون وتبادل الخبرات، وأن ننقل النجاح الذي حققته الهند في مجال التنمية الحضرية والعمرانية. أحد أهم المبادرات بالنسبة لنا اللي هي مبادرة ميثاق الملك سلمان العمراني، وهذه مبادرة يهمنا فيها اللي هو نشر فكر العمران المبني على القيم، بمعنى أننا ننظر للقيم وارتباطها بالمكان والزمان والإنسان وخدمة الإنسان، وكذلك استخداماتنا للموارد. وجميع ما تعلمناه ونشرناه من خلال هذا الميثاق هي دروس مستفادة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الله يحفظه أثناء إمارته لمنطقة الرياض. أجرى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع نظيره السوداني علي يوسف أحمد الشريف، وخلال الاتصال استعرض الوزيران مستجدات الأوضاع الداخلية في السودان، حيث أعرب وزير الخارجية عن دعم مصر الكامل للمؤسسات السودانية، مشددا على ضرورة احترام السيادة السودانية ووحدة وسلامة الأراضي السودانية. شدد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي على ضرورة اتخاذ جميع الأطراف بالإقليم لخطوات تسهم في منع التصعيد بالمنطقة وتحقيق التهدئة. وخلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي، شدد عبد العاطي على ضرورة الحذر من استدراج المنطقة إلى حرب إقليمية لن تحقق مصلحة أي من الأطراف وستؤدي إلى تداعيات خطيرة على شعوب المنطقة. كذلك أكد عبد العاطي موقف مصر المطالب بضرورة تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وانتخاب رئيس توافقي للبلاد دون تدخلات خارجية. أجرى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فرنسا جون نويل بارو، استعرض الوزيران بشكل مفصل التطورات والأوضاع في لبنان وجهود البلدين في التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في لبنان، كما استعرض الوزيران الجهود الراهنة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية في ظل تردي الأوضاع الإنسانية في القطاع. التاسعة متواصلة ونتابع فيها. حزب الله يستهدف مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية، وقوات الاحتلال تعلن استهداف قيادي بارز بالحزب في غارتها بالجنوب. أعلن حزب الله شن هجمات ورشقات صاروخية استهدفت مواقع ومستوطنات الاحتلال في شمال إسرائيل، وأوضح حزب الله أنه تم قصف وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون وعدد من المستوطنات برشقات صاروخية. هذا وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على لبنان، وأعلنت قوات الاحتلال اغتيال القيادي البارز بقوة الرضوان التابعة لحزب الله رياض رضا غزاوي في بلدة السلطانية بجنوب لبنان.
أعلن جيش الاحتلال أنه قصف مقر استخبارات حزب الله في سوريا في غارة على دمشق. وأورد جيش الاحتلال في بيان له أن سلاحه الجوي نفذ عملية جوية وضرب أهدافا تابعة لمقر استخبارات حزب الله في سوريا. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم 95 بعد 300 على التوالي. واستهدفت قوات الاحتلال منازل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع وشرق مدينة خان يونس. كما نسفت قوات الاحتلال مربعا سكنيا في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، تزامنا مع استهداف من طائرات الاحتلال المروحية لشمال شرق المدينة. هذا وأعلنت السلطات الصحية بقطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 43,374 شهيدا و102,261 مصابا. وأكدت السلطات الصحية أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 33 شهيدا و156 مصابا، مشيرة إلى أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة إن حكومة الاحتلال تضرب جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني. وفي تعقيبه على قطع إسرائيل رسميا للعلاقات مع وكالة الأونروا، أضاف أبوردينة أن إسرائيل ماضية في استهداف الأونروا بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة وعرقلة أنشطتها ودورها. Part of the UN resolutions and part of the Security Council resolutions. وصلت كامالا هاريس ومنافسها دونالد ترامب حملة أخيرة لكسب الأصوات في الولايات الحاسمة قبل ساعات على موعد الانتخابات التي تشهد تقاربا تاريخيا في التأييد. وصوت أكثر من 76 مليون شخص مبكرا قبل انتخابات الغد في وقت تظهر فيه استطلاعات الرأي تعادل نتائج المرشحين في هذه المرحلة إلى حد غير مسبوق. في محاولة لحشد الأصوات وتوسيع قاعدة الدعم الشعبي، يواصل مرشحان كاميلا هاريس ودونالد ترامب حملاتهما الانتخابية. وفي آخر التحركات على الأرض، شهدت مدينة إيست لانسينج بولاية ميشيغان تجمعا كبيرا بقيادة المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس التي خرجت لتطلق وعودها بالتغيير، متعهدة بطي صفحة من السياسة القائمة على الانقسام. هاريس التي أعلنت الإدلاء بصوتها في الانتخابات مبكرا عبر البريد، تعتبر هذه الانتخابات واحدة من أهم المحطات
الديمقراطي في تاريخ الولايات المتحدة، حيث أشارت في التجمع الانتخابي بإيست لانسينغ إلى أن ولايات مثل ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن تمثل مفاتيح رئيسية لنجاحها، خصوصا بعد استعادة الرئيس جو بايدن لهذه الولايات لصالح الديمقراطيين عام 2020. وكان الديمقراطي باراك أوباما اكتسح هذه المنطقة في انتخابات عامي 2008 و2012، لكن ترامب استطاع الفوز في ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن عام 2016. ليبقى السؤال الأهم، هل سيتمكن الديمقراطيون من الحفاظ على تأييد هذه الولايات أم سيعيد ترامب قلب الموازين مجددا لصالحه؟ وعلى الجانب الآخر، قال المرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب في تجمع انتخابي في ليتز بولاية بنسلفانيا إن بلاده كان لديها أكثر الحدود أمانا في تاريخها وقت أن غادر البيت الأبيض، مشددا على أنه ما كان يجب أن يغادر لأنه قام بعمل جيد جدا على حد قوله. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة في عهده كان لديها أفضل اقتصاد على الإطلاق. وفي ظل هذا التنافس الشرس، ينتظر العالم كله بترقب لمعرفة ساكن البيت الأبيض الجديد في الانتخابات التي قد تكون الأهم في تاريخ الولايات المتحدة. للمزيد حول آخر المستجدات بشأن الحملات الدعائية لهاريس وترامب، نفتح نافذة مع شبكة موفدينا في الولايات المتحدة من نيويورك مصطفى ميزار من واشنطن، وتحديدا من أمام الكونغرس، إيمان التوني من بنسلفانيا، عمرو عبد المجيد، أهلا بكما وبكم معنا على الهواء مباشرة. نبدأ معك إيمان، وقبل ساعات على بدء الانتخابات، كيف هي الأجواء؟ إيمان، سنعود إلى إيمان التوني بعد قليل، لكن أتحول معكم مشاهدين إلى مصطفى ميزار من واشنطن، وتحديدا من أمام الكونغرس. أهلا بك مصطفى، ويعني قبل ساعات على بدء الانتخابات، كيف تسير الحملات الدعائية للمرشحين؟ مصطفى تسمعني؟ إذن نعتذر مرة أخرى مشاهدينا الكرام، يبدو أن هناك عطل فني من المصدر، وسنحاول الاتصال بشبكة موفدينا للاستعراض والاطلاع على أبرز الحملات الدعائية وفي هذه الساعات قبل بدء الانتخابات الأمريكية. مصطفى ميزار من نيويورك، مصطفى أنت معي الآن؟ نهى تحية إليك وتحية إلى مشاهدي التلفزيون المصري، مما لا شك فيه أن أنظار العالم تتجه صوب هذه الانتخابات الأمريكية 2024، والتي تأتي في ظل صراعات وحروب دولية وإقليمية، وتأتي في ظل قضايا ملحة تطرح في الداخل الأمريكي. يأتي على رأس هذه القضايا قضايا الهجرة وقضية المثلية الجنسية وقضايا مختلفة ومتنوعة، لكن الشاهد في هذه الانتخابات نهى أن أصوات العرب أصبحت قاب قوسين أو أدنى من يعني صوب مرشح بعينه. التنافس والاحتدام والمنافسه تشتد وطأتها في هذه الانتخابات قبل ساعات قليله من اجراء الانتخابات، بعد ساعات قليله
تفصلنا ونتابع ونراقب المشهد عن كثب من خلال جولاتنا الميدانية التي تجولنا بها وسألنا الكثير من الخبراء واستطاعت رأي التي أكدت على أنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بمن سيفوز بهذه الانتخابات في هذا السباق الانتخابي للرئاسة الأمريكية. من سيجلس على كرسي البيت الأبيض لم يتكهن ولم يستطع أحد أن يتكهن بهذه الانتخابات. لكن دعيني أتحدث إليك نهى عن بعض استطلاعات رأي التي تحدثت عن الولايات المتأرجحة والتي يأتي على رأسها ولاية بنسلفانيا، ولاية فلوريدا، ولاية فيلادلفيا. وهناك مؤتمر الآن ونحن نتحدث أو بعد قليل المحطة الرئيسية والأخيرة ستكون للمرشح دونالد ترامب من بنسلفانيا، وستكون تحديدا من بعض المدن ذات الأغلبية تبع الحزب الخاص به. أيضا سيكون هناك مؤتمر حش بعد قليل للمرشحة هاريس تختتم فيه الجولة الخاصة بها من ولاية فيلادلفيا، وتتحدث من جامعة هارفارد التي خرجت منها هذه الجامعة التي لها دور كبير في استقلالها سياسيا واقتصاديا ومحاربة لكافة القضايا. لكن الشاهد في هذه الانتخابات نهى أن العالم ينظر إليها بأنها ستكون انتخابات فاصلة في طريق الولايات المتحدة الأمريكية لما يقع على الولايات المتحدة من قضايا ملحة في العالم كله، في الشرق الأوسط وفي الغرب وفي الداخل الأمريكي. الصورة يعني إنجاز التعبير هي صورة ضبابية حتى هذه اللحظة. تحدثت أيضا بعض التقارير الخاصة عن أن هناك هجمات سبرانية من دول ثلاث، ومتى دول أو محور الشرق الذي يعادي الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هناك ربما يكون هناك بعض التدخلات. أيضا نقطة مهمة وفي غاية الأهمية أنه ربما يكون الفارق ضئيل ما بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، ولكن إذا كان الفارق باثنين أو بثلاثة في المئة ربما لم يتقبل هذه النتيجة المرشح دونالد ترامب هذا المكسب الذي حققته الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه الميزة التي تتميز بها الولايات المتحدة الأمريكية وهي نقل ثالث للسلطة من مرشح لآخر ومن حزب لآخر. ربما هذه الميزة أصبحت تهدد الولايات المتحدة الأمريكية في حال عدم فوز المرشح دونالد ترامب بهذه الصورة وبهذه الدرجة القليلة. لكن الشاهد أيضا في الموضوع نهى دعيني أتحدث إليك بصورة أوضح وبصورة أقرب من الداخل. الجاليات العربية والجاليات الإسلامية لها أيضا أهداف ولها طموحات ولها مطالب تتمنى تحقق من خلال المرشح الجمهوري أو المرشح الديمقراطي. هذه المطالب تتلخص في الوقفة الحاسمة وإيمان بالقضايا العربية والقضايا الإسلامية، إنهاء الحروب في الشرق الأوسط وتحديدا في قطاع غزة، بالإضافة إلى أن هناك أيضا مطالب أخرى للعرب بأن يكونوا في المناصب المختلفة والحساسة. لكن دعيني أتحدث إليك نهى بعد استطلاع للرأي وبعد مجابهة وبعد يعني استقراء للواقع في الداخل الأمريكي، ما يشغل أو ما يهم الناخب الأمريكي هو تقليل الضرائب، القضايا الملحة، الهجرة غير الشرعية التي تحدث عنها المرشح الرئاسي دونالد ترامب، وقال إن الولايات المتحدة الأمريكية محتلة من المهاجرين ويجب أن يخرجوا منها تماما. أيضا تحدث ترامب منذ قليل عن أنه إذا فاز في هذه الانتخابات سيعمل على وقف الحرب مباشرة في اللحظة التي يتم انتخابه فيها في الشرق الأوسط بالكامل. الحرب الروسية الأوكرانية ستتوقف وهو قادر على ذلك. الاقتصاد الأمريكي سيعمل على منعه من الانهيار على حد وصفه على حد تعبيره. إذن الموضوعات المطروحة على النقاش والموضوع كثيرة ومتنوعة ولها أبعاد كثيرة أيضا نوعها في الداخل الأمريكي، لكن هي صورة حقيقية ينتظرها العالم. لكن هذه الانتخابات تأتي بصورة مغيرة عن سابقتها من الانتخابات الرئاسية الماضية. إذا تحدثنا عن الولايات المتأرجحة ونأخذ على سبيل المثال ولاية فيلادلفيا أو ولاية بنسلفانيا، هذه الولايات بها العديد من الأصوات ما يقرب من يعني 30 صوت بشكل محدد تكون في المجمع الانتخابي. المجمع الانتخابي أيضا نهى له قصة طويلة بعيدا عن الانتخابات المباشرة، فمن الممكن أن ينجح مرشح بالانتخابات المباشرة لكن لم يحسم نجاحه إلا بالمجمع الانتخابي، والعكس كذلك مثل ما حصل في انتخابات سابقة. الموضوعات كثيرة ومطروحة على النقاش ومتنوعة ومختلفة، لكن نهى الشاهد في هذه الانتخابات أنها تأتي على صفيح ساخن والكل ينتظر يترقب من سيجلس على الكرسي البيضاوي في البيت الأبيض في واشنطن وسيحكم الولايات المتحدة الأمريكية.
شكرا جزيلا لك مصطفى. ونتحول مع حضراتكم مشاهدينا إلى عمرو عبد المجيد من بنسلفانيا. أهلا بك عمرو. وكنا منذ قليل نتابع على الهواء مباشرة مؤتمر جماهيري لدونالد ترامب المرشح الجمهوري في الانتخابات الأمريكية. ما الحال لديك؟ يعني ساعات حاسمة فاصلة في هذا التوقيت قبل الانتخابات، كيف تجري الأجواء وما في الكواليس؟ عمرو تفضل. مرحبا بك يا نهى بداية، وبالفعل هي الولاية الحاسمة في هذه الانتخابات. هذه الولاية التي تصعد حسنا صوتا في المجمع الانتخابي، وهي دائما طريق الرئيس إلى البيت الأبيض، وأن سيد أو سيدة البيت الأبيض خلال الفترة القادمة. هذه الولاية من الولايات المترجحة، وبحسب آخر استطلاعات رأي الكبار التحليل، نحن نتمكن في التحقيق أن النصف الآن جمعوا 40% من المعارف، مع ترامب التساوي الكاف للأصوات داخل هذه الولايات الجديدة، لا أحد يتفوق على الآخر. وبالطبع ترامب يتواجد في الولاية، وهناك مؤتمر جماهير حتى لحارس في هذه الولايه، الذي يحاول الجميع دائما ان يكسب هذه الولايه في حال من الاحوال تكون هي طريقه الى بشكل كبير جدا. هذه الولايه ستكون حاسمه في الولايات المتحده الامريكيه، وستكون هي الطريق. نعم عمرو، يعني نعتذر بسبب يعني مشكلة في الصوت من المصدر. شكرا جزيلا لك على طبعا حضورك وعلى التفاصيل لعمرو عبد الحميد موفد التلفزيون المصري إلى بنسلفانيا. أدانت مصر بأشد العبارات انسحاب إسرائيل من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وتوقف عملها بشكل رسمي. وفي بيان الخارجية أكدت مصر أن هذا القرار المرفوض بعد فصل جديد من الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة والممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويشكل تطورا خطيرا تستهدف إسرائيل منه تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين بما في ذلك حق العودة، كما يعد استخفافا مرفوضا بالأمم المتحدة وأجهزتها والمجتمع الدولي. وحذرت مصر من التداعيات الوخيمة لهذا القرار غير المشروع على المدنيين الفلسطينيين العزل، وما قد يترتب عليه من انهيار كامل للعمل الإنساني والخدمات الحيوية التي تقدمها الوكالة لهم. وشددت مصر على أن دور وكالة الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، وأن على مجلس الأمن الاطلاع بدوره لحفظ السلم والأمن الدوليين، خاصة مع التقاعس الدولي المؤسف تجاه ما يشهده الشعب الفلسطيني الشقيق من معاناة يومية جراء الحرب القائمة التي تشنها إسرائيل. واصل مجلس النواب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومن المقرر أن تتواصل مناقشة مشروع القانون في جلسة الغد. جلسة جديدة لمجلس النواب واصل خلالها مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. وفي بداية الجلسة أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما وعرضه على المجلس. كما أخطر رئيس المجلس اللجان المختصة برسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية. ووافق المجلس نهائيا على مشروع قانون المقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري 3/85 بميناء الإسكندرية
الدستورية، وواصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية من حيث المبدأ. نثمن جهد مجلس النواب الموقر والذي أسفر عن مجموعة من القوانين حققت نقلة نوعية نحو جعل حقوق الإنسان واقعاً معاشاً لكل مصري ومصرية بدون أي تمييز لأي سبب كان، كما تنص المادة 53 من الدستور. يأتي مشروع القانون مصغياً لكافة الآراء، ملبياً لأهمها، حارساً للحقوق والحريات، مكسياً لنظام قضائي عادلاً يحمي حقوق الأفراد ويصون ويحافظ على المجتمع. منذ إطلاق قيادة السياسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والدولة المصرية بتخطو خطوات واثقة تجاه ملف الحقوق والحريات. ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي الجلسة على أن تتواصل مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ في جلسة غد. وخلال لقاء خاص مع التلفزيون المصري، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة تاريخية لتحديث القانون الحالي الذي يعود لعام 1950 ويستجيب لمطالب ملحة بضرورة مواكبة التطورات في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان. المشروع هيمس كل فئات الشعب المصري طبقا للاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان اللي اطلقها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويمكن القانون فيه كم نقطه مميزه، يعني انا من وجهه نظري يكفي القانون القضاء على ظاهره تشابه الاسماء اللي يعني كانت بتمثل مشكله كبيره بالنسبه للكثير من المصريين، والزمت مامور الضبط بتسجيل الرقم القومي، ودي ان شاء الله هتبقى احدى المشكلات الكبيره اللي تم التغلب عليها من خلال تعديل التعديلات الجديده اللي طرقت على مشروع قانون الاجراءات الجنائيه. احنا بنتكلم على اكتر من 65 تعديل تم تعديلهم داخل اللجنه، كتير جدا من التعديلات التي كان كثير من الساده المهتمين بهذا القانون بمجال عام من المجتمع المدني ومن كافه الجهات السياسيه تم تعديلها بالفعل داخل اروقه اللجنه التشريعيه. يتبقى بعض وجهات النظر اللي هنطرحها داخل اللجنه العامه، واعتقد انه المشهد في التاني في المناقشات، بنتكلم على القانون 3 ايام لمناقشته من حيث المبدا، هياخد وقته في دراسه القانون، ده ضمانه كبيره ان احنا نطلع قانون على افضل ما يكون يتناسب مع طموحات الشعب المصري وطموحات كل الفئات المتعلقه والمتعامله فيه. الحقيقه هو مشروع متكامل فيه مميزات كثيره جدا لتامين المواطن المصري، وانا هقول حاجتين. يمكن كان مشكلة الحبس الاحتياطي الحقيقة ومدده كانت بتواجه ناس كتير قوي، خفضنا من مدد الحبس الاحتياطي سواء في الجنح أو في الجنايات، وحطينا مدة نهائية سنتين لا يزيد الحبس الاحتياطي عن سنتين. أيضا حللنا مشكلة تشابه الأسماء، ناس في الكمائن كان ممكن تحجز لسبب تشابه اسمها مع اسم آخر أو هو مسافر، حلينا هذه المشكلة في هذا القانون. القانون الجديد يعني أتى بمبادئ جديدة تحمي حقوق الإنسان وحريات الإنسان المصري مواكبة لما يحدث في الدول العالم أجمع في هذه الحالة. التطوير اللي هيتم في البنية الفوقية ده يتم بشراكة مصرية هولندية، أعتقد أنه هيكون نقلة طيبة وجيدة جدا لميناء الأسكندرية، وأعتقد أن احنا هيبقى عندنا اتفاقيات أخرى على نفس النهج. اعتقاد الشخصي أن ده بيضيف للموازنة العامة، احنا عندنا تأجير سعر المتر المربع في الاتفاقية دي 10 دولار سنويا بعد ما كان مهمل وما كانش فيه موارد منه، خاصة أن الموارد بالعملة الصعبة، وهو ده المخطط القادم لمصر الجديدة أو للجمهورية الجديدة، أن يبقى عندنا تنوع في مصادر الدخل ويبقى عندنا دخل مستمر من العملات الأجنبية لمواجهة أي أزمات اقتصادية قادمة. وننتقل معكم الآن لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. الاقتصاد مع سارة نجيب، نتابع معها. أهلا بك سارة. شكرا نهى، شكرا ليلى. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للتاسعة، أهلا بكم.
أعرب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي عن تطلعه لاستقبال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي في القاهرة خلال الشهر الجاري، وخلال لقاء افتراضي عقده مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ براندي، استعرض وزير الخارجية جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى الأولوية المتقدمة التي توليها مصر لتعزيز دور القطاع الخاص واطلاعه بدور رئيسي في قيادة عجلة التنمية الوطنية. قال وزير المالية أحمد كوجوك إن الحكومة ماضية بكل جدية في بناء جسور الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، مشددا على استخدام أدوات السياسة المالية المتنوعة لزيادة دور ومساحة القطاع الخاص وتمكينه من قيادة الأنشطة الاقتصادية. جاء ذلك خلال لقاء عقده مع مستثمرين عبر الفيديو كونفرنس، حيث أكد كوجوك على وضع الدين وخدمته الناتج للناتج المحلي الإجمالي في مسار نزولي من خلال استراتيجية متكاملة، مع العمل أيضا على تحسين مؤشرات الدين الخارجي. توجه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لتركيا، ذلك في زيارة هامة تتضمن عقد لقاءات مكثفة مع عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال ومسؤولي اتحادات الأعمال والشركات. تستهدف الزيارة تعريف مجتمع الأعمال التركي بالفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا بالسياسات المالية والنقدية والتجارية لتيسير على المستثمرين وتيسير منظومة التصدير والاستيراد. شارك وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي في حفل الافتتاح الرسمي للنسخة 40 من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أدبك 2024. تهدف هذه النسخة إلى استكشاف الدور الرئيسي للذكاء الاصطناعي والتمويل في تسريع عملية الانتقال العالمي في مجال الطاقة. نهاية جولتنا الاقتصادية، والآن عودة من جديد إلى ليلى ونهى إليكما. شكرا لك سارة. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة الافتتاحية من المنتدى الحضري العالمي في نسخته 12، وعلى هامش أعمال المنتدى عقد الرئيس السيسي سلسلة لقاءات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي هنا من القاهرة عاصمة الحضارة وعاصمة التاريخ وعاصمة السلام أن نفتتح المنتدى الحضري العالمي 12 بالتوفيق إن شاء الله. شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح الدورة 12 للمنتدى الحضري العالمي التابع للأمم المتحدة والمنعقد بالقاهرة
خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024. وعلى هامش المؤتمر استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والذي أعرب عن شكره وتقديره العميق للدور المصري التاريخي والجهود المضنية التي تبذلها مصر بلا انقطاع لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يدرك ويقدر دور مصر الداعم وما قدمته وما زالت تقدمه مصر من مساندة لفلسطين على جميع الأصعدة. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، حيث أشاد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالجهود المصرية المخلصة للتهدئة في السودان وحرص مصر على وحدة وسلامة واستقرار السودان. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتناول اللقاء التطورات في منطقتي خليج عدن والبحر الأحمر والجهود الجارية لإعادة الاستقرار بالمنطقة. الآن نتحول إلى أخبارنا الرياضية. سارة نجيب انتظاركم مرة أخرى وطائفة من آخر أخبار الرياضة، إليك سارة. شكرا ليلى، شكرا نهى. مشاهدينا، هذه وقفتنا الرياضية للتاسعة. أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش PSA التصنيف الجديد في شهر نوفمبر الجاري، وحافظت نورا شربيني لاعبة سبورتينج على صدارة تصنيف سيدات السكواش، بينما استقرت نوران جوهر في الوصافة، وهنيا الحمامي لاعبة وادي دجلة في المركز الثالث. وفي تصنيف الرجال حافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، كما استقر البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في المركز الثاني عقب انطلاقته المتميزة في الموسم الجديد. أرسل النادي الأهلي خطابا رسميا لاتحاد الكرة يدعو فيه لضرورة إجراء تحقيق شامل وعاجل بشأن ظاهرة التسنين للعديد من اللاعبين المشاركين في دوريات فرق الناشئين بالأعمار المختلفة. وقال نادي الأهلي في خطابه إن هذه الظاهرة تعد خطرا حقيقيا على مستقبل الكرة المصرية، ويجب التصدي لها لما تمثله قاعدة الناشئين من أهمية بالغة في دعم الأندية والمنتخبات الوطنية. يدرس البرتغالي جوزي جوميز المدير الفني لفريق الزمالك إعادة أحمد فتوح لاعب الفريق إلى تشكيل الأبيض خلال المباراة المقبلة أمام سموحة في المباراة المقرر لها الجمعة المقبلة ضمن مباريات الدوري الممتاز. يأتي ذلك بعد أن شارك فتوح في المباراة الماضية أمام البنك الأهلي بالجولة الأولى من الدوري، حيث شارك فتوح بديلا عن أحمد زيزو أمام البنك الأهلي في الدقيقة 74 من أحداث المباراة، وذلك في أول ظهور له مع الفريق بعد غياب دام 85 يوما. نهاية جولتنا الرياضية، والآن عودة إلى نهى وليلى، إليكما. شكرا جزيلا لك سارة. أطلقت اليابان قمرا اصطناعيا لأغراض الدفاع على متن صاروخ جديد بهدف جمع معلومات والقيام بعملية عسكرية. تم تثبيت القمر الاصطناعي على الصاروخ الفضائي الجديد H3، يأتي ذلك وسط سعي اليابان لتعزيز قدراتها العسكرية في خضم التوتر المتزايد في المنطقة. وأوضحت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية جاكسا أن المرحلة العلوية التي تحتوي على حمولة الصاروخ انفصلت بعد حوالي 4 دقائق من الإقلاع. We have a successful liftoff of H3 launch vehicle flight number 4. والآن إلى وقفة أخيرة مع أخبار الطقس. الأحوال الجوية مع سارة، أهلا بك من جديد، تفضل. شكرا لكم مشاهدينا، هذه وقفتنا الثالثة والأخيرة وأحوال الطقس.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوكل البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما ليلا فيسود طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على معظم محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من العاصمة القاهرة. القاهرة العظمى 25، الصغرى 17، اسكندرية 25، 20، مطروح 23، 18، بورسعيد 25، 19، والإسماعيلية 26، 16. نذهب إلى الإسماعيلية حيث العظمى 26 والصغرى 16، العريش 24، 15، طابة 24 18، شرم الشيخ 29 21، والغردقة 30 18. نذهب إلى الأقصر، الأقصر العظمى 29 والصغرى 15، أسوان 30 16، الوادي الجديد 29 12، حلايب 27 22، وأخيرا شلاتين 29 20. والآن مشاهدينا نستعرض معكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نهاية نشرتنا، إلى عناوينها. خلال المنتدى الحضري العالمي، الرئيس السيسي يعلن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية والاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر. على هامش أعمال المنتدى، الرئيس السيسي يبحث مع زعماء فلسطين واليمن والسودان استقرار المنطقة وحل الأزمات التي تواجه دولهم. خلال مباحثاته الهاتفية مع نظيره الإيراني، وزير الخارجية يحذر من عواقب استدراج المنطقة لحرب إقليمية. بختام العناوين نصل معكم لختام نشرة التاسعة. إلى اللقاء.